تتحملون المسؤولية جميعا على من ماتوا ومن شردوا وعلى من تيتموا ومن هاجروا ومن فقدوا ومن صدموا. عددهم 200,000 ربما أقل، عددهم 50,000 ربما أكثر. هل يهتم القتلة بعد الجثث بعد ضحيتهم الأولى؟ هل يبالي الطغاة بعدد الموتى الذين ركبوهم حتى يلامسوا قمة الدناءة؟ الله لا تربحكم، ضيعتم البلد لأزيد من 20 سنة وما زلتم حتى الآن تصرحون وتحاورون وتعقدون الندوات الصحفية. الله لا تربحكم، اتركوا الجزائر لمن يفهمها، فمن ماتوا بسببكم أعلى شأنا وأنظف من أن تلوثوهم مجددا. الله لا تربحكم، خلوا البلاد لمستقبلها، ألا يحق لهذا البلد أن يتنفس هواء نقيا؟ نلتقي بعد.